هذا المشروع هذا كينطلق من توجهات الملكية السامية التي تدعو إلى الاهتمام بالتراث العبري المغربي، ولا سيما من خلال رسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة نصر الله وإيده بمناسبة افتتاح صلاة الفاسيين في 2013، بحيث على حاجة جلالته على أن يتم الاهتمام بكل الكنائس والمعابد اليهودية في المغرب. إذن في هذا الإطار هذا تتم إنجاز هذا المشروع ضمن البرنامج التكميلي لتسمين مدينة فاس، اللي هو تيمتد من 2018 إلى 2023. هذا المشروع هذا تم التقديم ديالو أمام حضرة صاحب الجلالة في أفريل 2019، والآن حصل هذا المشروع على كل الرخص اللازمة، وبدأت فيه الأشغال في 26 نوفمبر من 2020 لمدة 15 شهر. والمشروع هو كيمتد على مساحة مغطاة كتفوق 1000 متر مربع، وتتم الإنجاز ديالو بتنسيق مع الطائفة المغربية اليهودية سواء محليا أو وطنيا، وكذلك مع المؤسسة الوطنية للمتاحف فإذا هذا المشروع هذا إن شاء الله من بعد 15 شهر غيكون جاهز باش يكون مفتوح أمام العموم، ويبرز هذا يعني التلاحم ديال غوافد ديال الثقافة المغربية اللي كتجمع ما بين المسلمين واليهود والمسيحيين إلى غير ذلك. فبالتالي إن شاء الله غيكون هذا من أهم المنجزات اللي غيتم الإنجاز ديالها في هذا في هذا في هذا الباب هذا. هذا إضافة إلى برامج أخرى أو مشاريع أخرى كتدخل في إطار برنامج جديد الذي تم التوقيع عليه في 2 مارس من السنة الماضية، وهو البرنامج تتميل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العيش، اللي هو كذلك تتضمن من ضمن المشاريع اللي هي فيه المشاريع المتعددة كتضمن ترميم الكنيسة العبرية اللي كتوجد في الدرب الفوقي، وكذلك المدرسة العبرية اللي كتوجد في الملح.